مثل ما وعدناكم، السيارة المنتظرة والأقوى من فئتها صارت في بايك الإمارات، بايك X55 2024، يلي بتتمتع بسعة محرك 1500 تيربو 200 حصان، تسارع من 0 ل 100 بس 7.8 من الثانية. أما بالنسبة للداخلية، فتحت بانوراما تغطي سقف السيارة بالكامل، كاميرات خارجية 360 درجة، شاشات تدعم اللغة العربية والإنجليزية، شاحن وايرلس زائد أوتو بارك وقيادة ذاتية. تتمتع بمقاعد مريحة بتصميم رياضي مكسوة بجلد النابة زائد إضافة داخلية جميلة جداً. لتعرفوا أكثر عن مواصفات الـX55 يلي ما بتنتهي، زورونا في بايك الإمارات.